النهارده بالمناسبه وانا بتكلم عن مباراه الهلال، الاتحاد السوداني وافق على تاجيل مباراتين في الدوري لفريق الهلال قبل مباراه النادي الاهلي اللي هي طبعا هتبقى في ختام دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. واكد نادي الهلال في بيان رسمي ليه ان الاتحاد السوداني وافق على تاجيل مباراتي الفريق ضد اهلي شندي واهلي والاهلي مروه في مسابقه الدوري السوداني قبل مواجهه الاهلي، حيث كان من المفترض ان يلعب الهلال مباراته ضد اهلي شندي غدا الثلاثاء. الحقيقه انا ما كنتش حابب ان انا اروح لهذا او لاخبار تخص نادي الهلال لان دي حاجه ما تخصنيش، ولكن انا قلت لحضراتكم معلش قبل بس ما اروح، لكن انا قلت لحضراتكم انه انا لما اجي اتكلم هتكلم فنيا عن نادي الهلال وهتكلم فنيا عن النادي الاهلي، مش هتكلم في حاجه تانية، مش هتكلم عن امور لا يصح ان تحدث وان احنا نتكلم فيها، لا يصح ان تحدث وان احنا نتكلم فيها. هي مباراه لكره القدم ما بين افضل نادي في افريقيا النادي الاهلي، مش بكلامي ولا بجمهوره، لا ولا بكلام جمهوره يعني، لا، ولكن بالأرقام والحقائق والتاريخ النادي الأهلي هو الأفضل في إفريقيا، وبنتكلم عن مباراة ديربي ما بين الأهلي والهلال مش أكتر من كده. بيحصل فيها بعض الحساسيات الحاجات اللي بنشوفها، لكن في ده ملعب في خطين وجولين، هو ده الملعب اللي احنا بنلعب بيه، وتلات حكام هم اللي بيحكموا، و11 ضد 11، أكتر من كده مفيش. العامل الأساسي إن شاء الله الجمهور اللي هيبقى متواجد في هذه المباراة عشان يشجع فريقه فقط، مش حاجة تانية. لكن على الجانب الآخر، شايفين اللي بيحصل من الاتحادات والمساعدات اللي بتحصل من الاتحادات عشان تساعد الأندية إنها تواصل مشوارها في أي بطولة بتلعب بيها باسم بلدها؟ أنا بالمناسبة كنت جايب النهاردة يعني عدد كبير من الاتحادات المختلفة وهي بتقف مع فرقها، ولكن لما لقيت المنافس بتاعك المباشر نادي الهلال، الاتحاد السوداني عمل معاه كده. ده كان عنده مباراة بكرة أجلها. هو ده اللي بيحصل من الاتحادات عشان تساعد الأندية إنها تواصل مشوار البطولة.